نعم، نشاهد اليوم وصول ثالث رحلات الإجلاء من بورت سودان إلى مطار أبوظبي الدولي، حيث تستقبل دولة الإمارات الرعاية الأجانب من 5 دول وهم أكثر من 125 شخص. ونرى هنا مشاهدينا وصول الطائرة ونزول الرعاية الأجانب الذين لهم الأولوية في الاهتمام، مثل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى والذين يحتاجون إلى رعاية صحية. فقد تكفلت دولة الإمارات بإيصال الرعاية إلى ذويهم وأهليهم، وتكفلت أيضا بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للرعاية المتضررين من الأحوال الحالية في السودان. وأيضا تكفلت دولة الإمارات بوصول هؤلاء الرعاية وتوفير الأمن والسلام وكل سبل الراحة لهم هنا في مطار أبوظبي الدولي وفي العاصمة أبوظبي. شمسة المرزوقي من مطار أبوظبي. هذا كل ما لدي، وعودة لكم في الاستديو. شمسة، شكرا جزيلا لك.